الموسيقى بتاعت فيلم ذا جاد فازر اللي هي البدرين. مبدئيا كده هو كل النغمات اللي معانا بيكرر، يعني كل النغمات في مكانها الطبيعي. طيب هنعمل مي لا دو سي لا، تاني مي لا دو سي لا دو لا سي لا فا صول مي. والمناسبة أنا ظابط الكمانجة بتاعتي غربي، عشان كده الوتر ده عندي اسمه لا صول ري لا مي. تاني مي لا دو سي لا دو لا سي لا فا صول مي. مي لا دو سي لا دو لا سي لا مي. مي بيمول ري مي مي ري مي مي ري مي لا دو سي لا دو لا سي لا فا صول مي. مي لا دو سي لا دو لا سي لا مي مي ري. اللي جاي بقى ري فا لا بيمول سي. طيب لا بيمول هتتجاب بالصباع الرابع، يعني انا ايه عندي دي صول، ممكن تجاب بصباعك التالت عادي اللي هي هتبقى صول ديز ماشي شغال، بس يعني انا عايزك تلعبها بالرابع عشان تمرن صباعك. ري فا لا بيمول سي، بعدين هي هي ري فا لا بيمول لا حر. تاني ري فا لا بيمول سي ري فا لا بيمول لا ري فا سي ري فا لا. من الأول بقى مي لا دو سي لا دو لا سي لا فا من الأول بقى مي لا دو سي لا دو لا سي لا فا صول مي. مي لا دو سي لا دو لا سي لا مي. مي بيمول ري ري فا لا بيمول سي ري فا لا بيمول لا لا دو صول فا مي صول فا فا مي مي دو لا. اللي جاي بقى لا 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 بيمول صول، عايز تعملها صول دي صول ماشي، بس
بس يعني هتبقى اسهل لك لو عملتها لا بي مول سول. لا لا سول سول يا سول دي زين. لا 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 بي مول سول سي لا فا مي. لا لا سول سول سي لا فا مي. سول او سول دييز سول الاثنين زي بعض، دي حاجه اسمها نغمه متعادله. يعني سول دييز هي السول وزايده حته الله بيمول اللي هي الله ناقصه حته اللي هو نفس الحاجه في الاخر. لما نتكلم في موضوع النغمات المتعادله ده بعدين، بس انا شايف ان انت تعملها بصباعك الرابع هتكون اسهل، بس براحتك يعني، يعني الاثنين هيطلعوا نفس النغمه. لا 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 بيمول سول سي لا فا مي مي سول مي ري ري فا مي بيمول مي. بس شكرا. تتعالي بقى تاني. مي لا دو سي لا دو لا سي لا فا سول مي. مي لا دو سي لا دو لا سي لا مي. مي بيمول ري ري فا لا بيمول سي ري فا لا بيمول لا لا دو سول فا مي سول فا مي مي لا لا. شكرا. بس كده يعني بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه، عشان كده انا اخترتها بحيث ان ايه يعني احنا بنطلع سنه سنه. يعني كنت بحط لكم حاجات ابسط من كده، لا واحده واحده نبدا ان احنا ايه نتطور كده حبه حبه. فما تنساش بقى ان انت في الكومنتات تقول لي حابب الاغنيه اللي جايه تكون ايه، او الفيديو اللي جاي يكون ايه. وزي ما قلت لكم كده يعني زي ما انتم شايفين يعني بقالي كذا يوم فيديو كل يوم، فيعني ناوي ما اقطعش الموضوع ده، فاستنوا مني فيديو كل يوم. يعني حتى النهارده انا لقيت الكاميرا فاصله شحن ومعيش اللاب عشان امنتج الشغل، هعمل كله من الموبايل والايباد. يعني حاطط الايباد جنبي هنا اهو، والموبايل حتى معيش مايك ولا حاجه، سجل الصوت على الايباد. فيعني كل يوم ان شاء الله هيكون في فيديو. فقول لي بقى في الكومنتات حابب تشوف ايه بكره، وايه اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.